اليوم يعني ختام لبطولة الأكاديميات في محافظة نينوى. لمسنا اليوم من خلال هذه البطولة يعني وجود طاقات شبابية يعول لها في المستقبل القريب. اليوم هذه الطبقة حقيقة تحتاج إلى اهتمام من قبل الحكومة الاتحادية وأيضا الحكومة المحلية بدعم الرياضة وتخصيص مبالغ لتنشيط الرياضة في محافظة نينوى. هناك طاقات شبابية يجب أن يكون اهتمام فيها. الرياضة في محافظة نينوى تعاني كثير من المشاكل. أول هذه المشاكل هو الدعم من قبل الحكومة المحلية. احنا طالبنا في مجلس المحافظة بتخصيص مبالغ 5% من المبالغ لدعم الرياضة في محافظة نينوى، وأيضا مطالبتنا المتكررة إلى السيد وزير الرياضة والشباب بدعم محافظة نينوى، بدعم الملاعب، بدعم الأندية والاتحادات الموجودة في المحافظة، من أجل أن تعود محافظة نينوى إلى سابق عهدها في التسابق على المستويات العالية في العراق. اليوم حضرنا المباراة النهائية لأكاديمية الشباب لمحافظة نينوى. كانت مباراة النهائية جرت بين فريقين تلعفر، أكاديمية تلعفر وأكاديمية الموصل، وانتهت المباراة بفوز أكاديمية تلعفر 3-1. صراحة جرت المباراة النهائية بجو أخوي وودي، احتفاء كبير كان لجمهور نينوى بهذا الحضور الجماهيري الكبير. صراحة من هنا أوجه ندائي من هذا المنبر من مبر الموصلية إلى حكومة بغداد للاهتمام بمحافظة نينوى. محافظة نينوى منكوبة، توها خرجت من المعركة، ونينوى تحتاج إلى دراية كبيرة وإرادة عامة للنهوض بواقع الحركة الرياضية في محافظة نينوى. صراحة موصل تفتقر إلى أبسط مقومات الرياضة. حاليا هذا الملعب في الدواس الملعب الوحيد الذي تقوم فيه في المباريات، هناك كانت ملاعب شعبية في منطقة الدرقزلية استحوذت عليها هيئة الوقف الشيعي، وهناك ملعب بالقرب من الجسر حاليا مستوى بحوزة شركة السعد لا يستطيعون الرياضيين ممارسة هذه المهنة. نداءنا للحكومة المحلية وحكومة بغداد للاهتمام بمحافظة نينوى ومناشدة المنظمات بالنهوض بالحركة الرياضية في محافظة نينوى. اللاعب حيدر حميد، مبروك الفوز تلعفر اليوم، شوية تحدثنا عن مشارك وانت فزت. الحمد لله، شكر، فرحة كبيرة هاي، لأن تعبنا ما راح، الحمد لله، وحنا تدربنا على هاي البطولة هواي صار لنا شهرين، الحمد لله تعبنا ما راح. شلون شفتوا فريق الخصم؟ والله زينين، يعني قدموا مباراة جيدة. نعم. لمن يعود الفضل تطوير مستواكم في تلعفر؟ يعود إلى الكادر التدريبي، أول شيء مدير منتدى شباب تلعفر الأستاذ مهدي، وثاني شيء مدربنا أستاذ قصي عوني، ما خسروا ويانا يعني. وهم سبب هاي الفرحة. طبعا أنتم ما استحقيتوا الخسارة، ولكن هاي مباراة كرة القدم، شعورك وأنتم فريقك اليوم ما حقق؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مبروك لتلعفر الفوز، احنا نستحق الفوز ولكن لم يحالفنا الحظ، والحمد لله مباراة فوز وخسارة، المباراة الجاية ان شاء الله نفوز ان شاء الله. نعم، يعني سبب الخسارة يعود الى اللياقة البدنية، العامل المادي او الى تفوق؟ نعم نعم، اولا اللياقة البدنية هي تحكم. نعم. والوعيب ما لعبوا هيك لعبات، يعني بداية مشوارهم انه يلعبون اول نهائي مع تلعفر، وان شاء الله اللعبه الجايه نكون افضل. ارضيه الملعب اثر علينا. نعم، ارضيه الملعب اثرت كثير علينا.